الجمعة هذه خرج فيلم يحكي على حياة بوب مارلي، وبيان سور كي نقولوا بوب مارلي نقولوا راستا، جامايك، شعر دريدز، وبيان سور الحشيش. أما هذا الكل راهو ماهوش لوك ولا ستيل دارتيست، أما بلوتو طقوس دينية عندهم معنى. أي نعم، الراستا فريق دين، حكايته بدأت مع العبيد الأفارقة اللي هجروهم للقارة الأمريكية، وقيت حروا بعد إلغاء العبودية في القرن 19، بدأوا يشكوا في النصوص الدينية المسيحية، وحسوهم ياسر منحازين للرجل الأبيض وما يمثلوهمش. الحركة الفكرية ذي واللي هي الليتيوبيزم أعطت في الجامايك في لزاني 30 الراستافاريزم، واللي هو مشتق من المسيحية واليهودية. اللي راستا يعتقدوا أنه حسب التوراة والإنجيل هما الشعب المختار مش اليهود. يعتقدوا زيدا انهم هما تنفيوا من ارضهم اللي اسمها زيون، ومن غادي جات كلمة زيونيست. وبالنسبة لهم زيدا الارض هذه ماهيش اسرائيل، اما بلوتو لافريك. وبما انه في الانجيل الشعب المختار ذي نفيوه في بابلون، دونك بابلون تمثل عندهم اي مجتمع فاسد استهلاكي يعيشوا فيه ويضطهد فيهم. من مؤسسين الديانة هذه ماركوس جرافي اللي كان عنده فكرة ولا اون بروفيسي ديما يقولها، واللي هي regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné, il mènera le peuple noir à ses délivrances. في 1930 راجل اسمه راستافاري ماكونين ولا امبراطور اثيوبيا وصل منع بلاده من الاحتلال. ياخي شعب جامايك رافيه لا ريانكارناسيون تاع سيدنا عيسى اللي باش يحررهم، ومن غادي يجي اسم راستافاري. كي سمع بالحكايه الامبراطور ماكونين عطاهم ارض في بلاده في صوره ما يحبوا يرجعوا لها. وفي عام 1966 زار جامايك، استقبلوه بالالف ومنهم ريتا اندرسون اللي راهي ما كانتش راستا، اما كيراتو حست بحكايه قويه وخليتها تؤمن به، وروحت تجري للدار باش تحكي لصاحبها بوب مارلي. ومن وقتها بوب مارلي ولا راستا، على خاطر اي فما بارتي كبيره من حياه بوب مارلي شعره قصير. بوب مارلي باش يكون وجه الديانه ذي، وكان عنده تاثير كبير في انتشارها للعالم الكل، اما هي زاده اثرت له برشا على حياته. يقولوا انه اول برودكتور كبير صحح معاه كان على خاطر مرة في فواياج دي غاستا منعوه من الموت، ومن وقتها ولا يحبهم برشا. وكي جاه بوب مارلي ممسي ما كانش ياسر مقتنع بالفن متاعو، صح معاه كمان باش يرد الجميل، وكيما يقولوا the rest is history. وتأثير راستافاري على حياة بوب مارلي ما تقفش غادي. خلي نبداو بالموضوع اللي كنا نستنيو فيه، الحشيش. شبيهم يتكيفوا ياسر، الجنجة عندهم داخلة في العبادة، الجنجة هي الحشيش. وبالنسبة لهم ما تنجم تقرأ الإنجيل إلا ما تتكيف وتحل مخك، وراهم ما يتكيفوش على الجو، بالعكس لي راستا ما يفادلكوش بالحكايه هذوما، وقراءتهم للانجيل والتورات صار ما يسر. مثلا فما اللي ما ياكلوش الحم وما يشربوش الكول، زاده يتبعوا مبدا انه لام ما لازمهاش تمس بدنك، وذيك علاش ما يقصوش شعرهم، وشي اللي خليهم الكلهم عندهم دي دريتس. لي راستا قرب ياسر للطبيعه، شي اللي خلى برشا منهم يعيشوا اون كوميونيتي دون لا ناتور بعاد على بابلون، ياكلوا من اللي يزرعوه وعيشوا لو بلو سامبلومون بوسيبل. زيد على هذا البدن عندهم امانه من عند ربي لازم تستحفظ عليه، اي دونك تتواج ممنوع ولازمك تكون سبورتيف. دايور بوب مارلي كان يحكيوا عليه ما يعديش نهار من غير اكتيفيتي سبورتيف، ومغروم برشا بالكوره، وموت نتاعو عنده علاقه بالحكايه هذه. مره وهو يكور جرح صبعه تعفن له، والطب قالوا له لازم تقصه، اما هو رفض على خاطر بالنسبه لي كي تقص حاجه من بدنك تؤذيه. بالوقت صبعه زاد تعفن وصل لعمل الكونسير وتوفى به عام 1981. عقيدة بوب مارلي خليته ياسر قريب من الافريك، وكي زارها لأول مرة وتحديدا في أثيوبيا كلي شوك كبير. من بعده كتب ألبوم Survival واللي يحكي فيه على أفريقيا وعلى صراع لو بوبل نوار. في السبعينات إمبراطور أثيوبيا توفى، إذن كي زوز أكبر شخصيات في الدين هذا مشاو، راستافاري فقد شوية من شعبيته، أما إلى يومنا هذا مازال فما دي غاستا عايشين سامبلومون قرب للطبيعة، بيس اند لوف. جيسبيغ اللي الفيديو هذايا فسرت لكم أكثر شكون بوب مارلي، ومتأكد اللي كي باش تسمعوه مرة جاية باش تفهموا برشا حاجات، أما سيرتو باش تفهموا اللي هو ماهوش أن سامبل شانتور، أما بلوتو أن سامبول.